صباح الخير على كل مشاهدين ومتابعين قناة سارة وباسم على اليوتيوب. فيديو جديد في اول يوم في السنة، كل سنة وانتم طيبين. تجربة المحرات 7 سلاح على جرار روسي، محرات صناعة مهندس باسم ادارة. ده المحرات البسخة الواقفة، دي ارض بلاط ما اتحرطتش من السنة اللي فاتت، مكان زي الريع. طبعا الجرار اهو، محرات رايق. محرات كاميرا 14 بسخة 30 ملي. ما شاء الله. هياخد وش بقى في التاني، وقع برجله بتغرس في الخدمة. ما شاء الله. يا عم سامي، انا رجلي بتغرس في الخدمة اهو، ايه رأيك؟ ها؟ انت شايف ايه دلوقتي؟ عم سامي صاحب المحراب، صاحب الجرار، الله يبارك لك يا عم الحاج. الشدادات عايزه تشد عليها شويه. محمد هناجي، انا كل ما اجي اصور فيديو تيجي تقف، عامل ايه؟ قول للناس دي صباح الخير. محرات هون شغال على جرار روسي 1025 بيلاروس. الجرار ده عالي شوية عن ال 850 البيلارو. المحرات ده ارتفاعه من على الأرض 55 سنتي. كاميرا 14 مسمار 30، محرات صناعة مهندس باسم إدارة، الورشة على طريق المنصورة جمصة الدولي قرية دميان. شكرا.